أربعة على جوجل. طب غير السؤال، انت سايب صاحبك ليه؟ استحال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أتم الصلاة وأتم التسليم. ورجعنا لكم من جديد، هنقول لكم الأسعار النهاردة إن شاء الله كده السبت من صيدلية التوحيد الجمالية دهلية والمنزلة دهلية. الجمالية دهلية والمنزلة دهلية الأبيض أبيض أهو بأربعة ونص، أبيض بأربعة ونص، أبيض بلدي فيومي ساسو 4.5 جنيه، أبيض بلدي فيومي ساسو ده فيومي بأربعة جنيه ونص، وساسو بـ4.5 جنيه، وبلدي بـ4.5 جنيه، أربعة ونص، وده حاجة على فلافاق 4.5 جنيه. الأبيض بأنواعه 4.5، ده بط بلدي فرنساوي بـ8 جنيه، بط بلدي فرنساوي بـ8 جنيه ماشي، وبط بيور ألماني بطة بتيجي في شهرين بتجيب 4 كيلو، بط ده عاملة 11 جنيه، بط مشرك أهو مشرك عامل 14 جنيه النهاردة بس، 14 جنيه النهاردة بس. بطة السمرة اهي بـ14 جنيه النهاردة بس البطة، وبط مسكوفي عمر اسبوع عندنا كم عامل 16 جنيه، مسكوفي عمر اسبوع 16 جنيه. بسم الله ما شاء الله، مسكوفي عمر اسبوع عمر اسبوع عامل 16 جنيه، بسم الله ما شاء الله 100% عمر اسبوع يا جماعة. البط المسكوف اسبوع بالظبط او 8 ايام من السبت للسبت، 8 ايام بعامل كام؟ عامل 16 جنيه. البط ده عايز ياكل يا اولاد، البط ده عايز ياكل. اجيب له شويه علف. 16 جنيه المسكوف، 16 جنيه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة سوبر سوبر سوبر. مسكوف في عمر اسبوع، مسكوف في عمر اسبوع، بط بلدي فرنساوي 8 جنيه، بط بيور الماني بيجي على شهرين عامل 11 جنيه ابيض بـ4.5 جنيه، 4.5 جنيه الابيض. والله امال بيجري عليا ليه؟ الفراخ البيضة بـ4.5، بلدي بـ4.5، بـ4.5، وساس بـ4.5، وده ايه ده؟ فيومي بـ4.5، مشرك اهو مشرك مولر مولد ايا كانت بكام؟ بـ14 جنيه، بـ14 جنيه. ذاك يا ريم شو العدد؟ 25 جنيه. بس البط بقى ده غط البط عشان ما يقعش على التاني. المكان الجماليه ده اهليه طريق مصر الجليله بجوار السلخان، الجماليه ده اهليه بجوار مصر الجديد بجوار السلخان، والمنزله في اول شارع فرن ام امير متفرع من شارع الرياح، مسؤول عن فرع المنزله الاستاذ محمد عبد السميح، الأستاذ محمد عبد السميح من المواجد الأهلية. بسم الله ما شاء الله، حاجة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
عليه الصلاة والسلام. منورنا والله يا احمد يا ملا. خد يا حاج السويد. والفراخ برضه هي بنقطة صدى اهي قفل معدل كب ومعدل قفل. كب ومعدل قفل. اهو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. رد يا حاج. يلا شكرا ليكم. والسمان ان شاء الله هيبقى بكره يا جماعه، السمان ما جاش النهارده. كل حاجه ان شاء الله النهارده موجوده معانا، السمان هيجي بكره ان شاء الله باذن الله تعالى. يلا شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.